عقودة. اليوم غادي ندير معكم عقودة الأكلة الشعبية المغربية اللي كيبغيها تقريبا كل مغاربة. ندير معكم الكفتة ديال السردين. كيفاش؟ يلا دخلوا نبداو على بركة الله. بسم الله. كنحتاج هنايا معلقة ديال الطحين، جوج كيسان ديال الماء، فلفلة حمراء، كركم، إبزار، شوية الملحة، بيضة، ونص خمارة ديال الحلويات، بطاطا عندي مسلوقة كنهرسها، كندير فيها العطرية، الكمون، فلفلة حمراء، إبزار، شوية الحرور إلا كان ممكن، ثومة، قصبة ومعدنوس، الملح حسب الرغبة، شوية ديال الزعتر محكوك أو زعتر. عندي هنايا كفتة ديال السردين، كنزيد عليها نفس العطرية اللي درت في البطاطا المسلوقة، وزعترة كنزيد لها الليمون مصير، شوية ديال الليمون مصير. هنا زدت الثومة، كنت غادي ننساها، كنجيب داك البطاطا المهروسة اللي صيبت كندير منها كويرات صغار، ونفوق داك الكويرة ديال البطاطا كنزيد عليها كويرة ديال الكفتة. فين هاد الكويره ديال البطاطا والكفته كنفندها في الطحين، وكنرجع نقصها في داك الخليط ديال الطحين، ومن بعد في لاشابل. صافي، ملي كيسخن الزيت كنديروها تقلى على جوج جهات، والمعقودة ديالي بالكفتة ديال السردين هي كتوجد غزالاش كتشهي وبالصحة والراحة. نتمنى الوصفة اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وما تنساوناش بالدعوات ديالكم بالبصمة ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف، والى اللقاء، مع السلامة في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله.